السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثاني من سلسلة تعلم القراءة بالفرنسية. فبعد الدرس الأول اللي تعرفنا فيه على أساسيات القراءة بالفرنسية، شفنا الحروف أو لي زالفابي، شفنا أقسام الحروف اللي هما لي فويل إي لي كونسون. إن شاء الله دابا في الدرس الثاني غنتعرفوا على واحد الحرف اللي مهم جدا، خصكم تعرفوا القراءات المختلفة نتاع لا ليتر سي. فلا لتر سي عندها قراءات مختلفة على حسب الفويل اللي تبعها. فمثلا لا لتر بي إلا كان تبعها فويل أ كتقرأ با، فويل أو كتقرأ بو، فويل إي كتقرأ إي، فويل أو كتقرأ بو، فويل أو كتقرأ بو، إي فويل إي غريغ كتقرأ بي. par contre la lettre C كتختلف القراءة نتاعها على حسب الفويل اللي موراها. فبالنسبة للسي بلس أ مثلا سادون كا، كتعطينا كا. سي إلا جات حداها أ ما كنقولوش لها سا، ولكن كنقراوها كا. سي بلس أ سادون كا. نعطيو إكزامبل كارتابل، كارتابل محفظة. بالنسبة للسي بلس أو، C plus voyelle O, ça donne co. Machi so, ça donne co. Exemple, collier. Collier. Collier ou l'aqd. Donc, C plus O, ça donne co. C plus U, ça donne Q. Machi su, ça donne Q. Exemple, cube. Cube. Ou le mukaab, chaque l'hendassi. Mukaab. Alors, C, il est quand même à voyelle A, ou la O, ou la U, qui est proche du son K. L'un C plus E. C plus E, ça donne ce. Ce. Exemple, cerise. Cerise. Cerise ou l'caraz. C plus I, ça donne si. Si. Exemple, ciseaux, ciseaux, mekas. C plus Y, ça donne si. Exemple, signe, signe, yani baja'a. Alors, les kallahdo, anno, la lettre C, il a kan tabaha voyelle A, ou O, ou U, katqra le son K. Kanqolo K, ko, Q. Ou la lettre C, il a qu'un tabha voyil E, ou I, ou Y, katqra le son S. Ce, si, si. Alors, voyil A, O, U, katqra le son K, voyil E, I, Y, katqra le son S. دابا تعرفنا على الس الى كان تبعها فويل. الان غنشوفو الس الى كان تبعها كونسون. فمثلا هنا عندي لا لتر سي بلس اش سا دون ش، لو سون ش. ش اكزامبل شا، قط. شا، شا. دونك سي بلس اش سا دون ش، لو سون ش. وفي حالات نادره C plus H, ça donne K. Halet nadira. Exemple, orchestre. Orchestre. Fahna, orchestre, katktb CH, walakin katntaqb K. Orchestre. Ou fghalib l'ahyan, ra katntaqb le son Ch. Bhal harf Chine, fil lughal arabia. D'accord? L'an, il a indi C plus voyelle L. C plus voyelle L, katatina Kl. كل هكا كتنطق كل. اكزامبل كلير، كلير واضح. كلير دونك هنا سي كنطقوها بحال لو سون كا. دونك هنا سي الى تبعها كونسون ال كنقراوها بحال لو سون كا. اكزامبل اخر كلاس، كلاس هنا ايضا كتنطق بلو سون كا. داكوغ دونك سي الى كان بعد منها الفويل ال كتنطق بكا. هنا ايضا سي الى ضفنا لها الكونسون ار كتهي كتنطق بكا. كا اكزامبل كرايون،
crayon يعني سي الى تبعها ار كتنطق بك crayon voilà كنطقوها بلو سون ك ليكزامبل الثاني كريب crayon هو قلم كريب هو فطيره كريب فهنا ايضا سي كتنطق بك فاللي بغيتكم تفهموا ان سي الى كان موراها ا فوي ال ا او 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 يو كتقرا بلو سون ك كتقرا بلو سون ك كنقولوا ك كو كو اما سي الى كان تبعها فوي ال او او فوي ال اي او فوي ال اي او ايغريك فكتقرا بلو سون اس س س سي سي داكور بالنسبة للسي إلا كان تبعها كونسون اش كتقرا بلو سون ش بحال حرف الشين في اللغة العربية وكيف قلت في بعض الحالات اللي كتكون قليلة كتقرا بحال كا بحال اوركستر بالنسبة للسي إلا كان تبعها الكونسون ال كتقرا كل كيف قلنا بحال كلاس والسي إلا كان تبعها ار فكنقراوها بكر بحال كريون كريب etc. فهنا سي كتقرا بكا الا كان تبعها الكونسون ار فنتمنى يكون واضح لكم بالنسبه لا ليتر سي الان الى عندي سي حداها ا كيف قلت راه كتنطق بكا ولكن انا هاد سي حداها ا بغيت ننطقها بصا ماشي بكا بغيت ننطقها بصا شنو غندير فغنستعمل لا سي دي لا سي دي شنو هي لا سي دي لا سي دي هي هذه اللي كتظهر امامكم على الشاشه كنوضعوها تحت من لا ليتر سي او سو لا ليتر سي وكيكون هذا هو الشكل نتاعها كتسمى سي سي دي فهاد لا سي دي الا استعملناها مع السي وكان بعد منه كونسون ا ما كنقراوهاش كا مي كنقراوها سا سا غتقولوا ليا سي بلس ا سا دون كا نقول لكم وي ولكن سي يا درنا ليها لا سي دي كتولي كتقرا سا ماشي كا داكوغ نعطيكم اكزامبل سافا فاش كنقولوا سافا ما كنقولوش كافا مي كنقولوا سافا لان سي فيها لا سي دي سينو كون ما كانش هاد لا سي دي فغنقراو كا مي كاينه لا سي دي غنقراو سا داكوغ سافا بالنسبه للسي موراها او كيف كنعرفو قلنا كنقراوها بكو كنقراوها بكو ولكن الا درنا لا سي جي فكتولي كتقرا بصو سو اكزامبل ماسون ماسون هو بناء ماسون بالنسبه للسي بلس او سا دون كو فهذه كتقرا كو ولكن الا درنا لا سي جي كتولي كتقرا سو سو اكزامبل دي سو ديسو فنتمنى يكون واضح لكم بالنسبه لا سي جي ف سي بلس ا سا دون كا بلس او سا دون كو بلس او سا دون كو دونك هذه كتقرا كا ولكن الا درنا لا سي جي كتولي كتقرا بسا وبالنسبه لاو كذلك ومثال درنا لا سي جي كتقرا سو وبالنسبه لاو كنقراو سو فالان غنشوف واحد القاعده على هادشي اللي تعلمنا لا ليتر سي سو برونونس كوم ان اس devant les voyelles e i y donc la lettre c fesh kitbaha e ou i ou y fa katntaq le son ou katqrab le son s la lettre c se prononce comme un k devant les voyelles a o u donc fesh katkoun had la lettre c tabaha voyelle a ou o ou u fa ya katqrab le son k lorsque la lettre c doit se prononcer comme s devant les voyelles A, O, U, il est nécessaire de placer une cédille sous la lettre C. Fahna, il a dit la lettre C doit prononcer comme S. Britin trabhal S. Devant les voyelles A, O, U. Fahna, nous devons les voyelles A, O, U, katrabhal le son K. Walakin, ana, britin karahab S, devant les voyelles A, O, U. Donc, شنو غندير il est nécessaire de placer une cédille sous la lettre C. Donc, هنا غنعمل واحد la cédille sous la lettre C وغتعطيني هاد الشكل اللي هو CCD.
داكوغ. الان مرو نشوفو دي زيكزامبل باش تفهمو مزيان. ليكزامبل الاول هو سيترون. سيترون هنا عندي لا لتر سي بلس اي سا دون سي. سي سيترون والليمون. غلاس غلاس فانا عندي سي بلس او سا دون سو غلاس. وفي اخر الكلمه فاش كتكون او كنوقفوا عليها فكنقول ما غاش نقول غلاس مي غنقول غلاس غلاس. كادو كادو فعندي سي تبعها ا دونك كتقرب كا. كادو كادو. بيسيكليت بيسيكليت فهنا عندي جوج الحالات. الحاله الاولى اللي هي سي تبعها ايغريك اللي قلنا كنقراوها بسي بي سي. وعندي سي تبعها ال اللي قلنا كتقرا بكل كل. بيسيكليت بيسيكليت داكوغ. هنا عندي جوج ديال الحالات. كوستوم كوستوم فقلنا سي بلس او سا دون كو كوستوم. كرواسانس كرواسانس فقلنا سي الا كان تبعها ار كونسون ار فكتقرب ك ك. كرواسانس كرواسانس هو النمو. كرواسانس. كلوش كلوش هنا ايضا قلنا سي الا كان تبعها ال فكتقرا بك كلوش. الكلوش هو الجرس. فساد فساد فنورمالمون كل ما كانش لا سي دي فغنقراوها فكاد. ولكن بما انه هنا عندي هاد لا سي دي فغنقراو فساد. لا فساد هي الواجهه نتاع المنزل او نتاع البنايه كتسمى فساد. اخر مثال شوكولا شوكولا فهنا ايضا عندي جوج الحالات. عندي سي تبعها اش اللي قلنا كتقرا بلو سون ش يعني بحال حرف الشين في العربيه. وعندي سي تبعها او اللي كنقراوها بكو دونك شوكولا. فدابا غنمروا نجزو اكزرسيس او تمرين. فالان صافي كيخصكم تكونوا كتفرقوا ما بين سي لا لتر سي امتى كتقرا بلو سون كا وامتى كتقرا بلو سون اس. داكوغ فنتمنى ليكزرسيس يكون عندكم صحيح 100%. وكتبوا لي في لي كومونتير واش عندكم صحيح او لا. الوغ نشرح لكم ليكزرسيس. سوليني لا لتر سي كونت يونطون لو سون كا. يعني غتقراو هاد الكلمات فاش غتسمعوا لو سون كا غتسطرو سولين غتسطرو على لا لتر سي. داكوغ. اكزومبل هنا عندي سي بولات دونك سي بولات ما سمعتش لو سون كا فهنا قريتها بسي الوغ ما غاديش نسطر على لا لتر سي. داكوغ. وبالنسبه للكيستيون الثانيه سوليني لا لتر سي كون تي اونطون لو سون اس فهنا الا سمعتي لو سون اس سطرو على لا لتر سي. ليكزامبل الاول مثلا لو سون لو سون وي هنا سمعنا لو سون اس لو سون فغتسطرو على لا لتر سي. فالان وقفوا لا فيديو قوموا بانجاز ليكزيرسيس ونرجع باش نصححوه. الان غنصحو ليكزيرسيس بالنسبه للكيستيون الاولى سوليني لا لتر سي كون تي اونطون لو سون كا. دونك الى سمعنا لو سون كا غادي نسولينيو هاد لا لتر سي. الكلمه الاولى سي بولات سي بولات دونك ما سمعناش لو سون كا. كادو كادو وي سمعنا لو سون كا دونك غادي نسطرو على لا لتر سي. كادو لانه قلنا سي الا كان تبعها ا فكتقرا بك كادو. شميز شميز دونك هنا ما سمعناش لو سون كا شميز فالسي تبعها اش كتقرا بش شميز دونك ما غاديش نسطرو على لا لتر سي. كريز 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 فهنا قلنا الى لا لتر سي تبعتها ار فكتقرا بك دونك كريز فهنا سمعنا لو سون كا دونك غادي نسطرو على لا لتر سي. كالم كالم
دونك كالم، فهنا سمعت لو سون كا كالم، فقلنا سي الا كان تبعها ا كتقرا كا كالم، دونك غادي نسوليني لا لتر سي. غلاسون غلاسون، فهنا غلاسون ما سمعتش لو سون كا. كانابي كانابي، فوالا كانابي كاين لو سون كا، دونك غنسوليني لا لتر سي. كوك كوك aussi se mettre le son K, donc souligner la lettre C. La question Tania souligne la lettre C quand tu entends le son S. Quel mal ou là? Le son, oui, se mettre le son S, donc le son. Faqlna C, il est qu'un tabaha O, katqrako, walakin hna kina la sidi, donc un krawha so. Le son. Clé. كلي، فهنا ما سمعتش لو سون اس لانه قلنا سي الا كان تبعها ال كتقرب ك كلي ك، دونك ما سمعتش لو سون اس. غلاس غلاس، هنا وي سمعت لو سون اس غلاس، فقلنا سي الا كان تبعها او كتقرا سو، ولكن في اخر الكلمه فاش كتكون او في اخر الكلمه فكنوقفوا عليها كنقول غلاس. داكوغ. بالونسوار 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 هي الارجوحه. بالونسوار، دونك هنا وي سمعت لو سون اس، دونك غندير نسوليني باسكو عندي هنا سي، فهنا عندي سي بلس او قلنا كتقرب كو، مي هنا عندي لا سي دي، دونك سو بالونسوار. تراس تراس، وي سمعت لو سون S. Garçon garçon, oui aussi on se met le son S. Hint indi la CD CCD. Ciel ciel, oui on se met le son S لأنه C تبع I كتقرا سي، donc ciel. Caramel caramel، فهنا ما سمعش لو سون S donc ما غاديش نوضع سطر او ما غاديش نسوليني. وبهذا كنوصلوا لنهايه الحصه، نتمنى ليكزيرسيس يكون عندكم صحيح 100%. كتبوا لي في لي كومونتير واش عندكم صحيح او لا، ونتمنى ايضا تكونوا الان كتقنوا لا لتر سي، يعني تشوفوا لا لتر سي تعرفوا واش غتقراوها بكا او تقراوها باس. نتمنى كلشي يكون واضح لكم، ونتلاقاو في الدرس الثالث ان شاء الله.